السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم ملاعب بلدنا. في هذه الحلقة الشيقة معي ضيوفي الكرام، الكابتن أحمد هلال المدير الفني لأكاديمية هلال سبورت بمحافظتي البحيرة والأسكندرية، ومعايا الكابتن حسان أبو خضرة مدير الكرة بأكاديمية هلال سبورت بالأسكندرية والبحيرة، ومعي أيضا لاعبين من لاعبي نادي المصري بمطروح، اللاعب محمد علي هلال مواليد 2001 واللاعب أحمد عيسى مواليد 2002. طبعا قبل ما استعرض حديثي مع السادة الضيوف بستعرض سريعا نتائج الممتاز ألف إنبي والمصري البورسعيدي. فوز إنبي على المصري بهدف نظيف، والمفاجأة الجونة يحققها على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين. الإسماعيلي والأهلي، الأهلي يتغلب على الإسماعيلي بهدف نظيف. وأسوان والإنتاج الحربي، الإنتاج الحربي يفوز على أسوان بهدف نظيف. وحرس الحدود والمقاولون العرب، الفوز لنادي المقاولون العرب بهدف نظيف. الاتحاد السكندري ونادي مصر، فوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف. كذلك مصر المقصة وطنطا يتعادلان تعادلا إيجابيا بهدف لكل منهما. الزمالك وسموحة، التعادل السلبي هو سيد الموقف. طبعا الجونة في افتتاحية الأسبوع السابع يتغلب على طلائع الجيش بهدفين نظيفين. وإنبي يفوز على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. والمصري البورسعيدي يتعادى مع بيراميدز، وطبعا في علامات استفهام في مستوى ونتائج بيراميدز، هزيمة ثم تعادل. المقاولون العرب والإسماعيلي، فوز المقاولون العرب بهدفين نظيفين. والأهلي يحقق الفوز السابع على التوالي على نادي الاتحاد السكندري برباعية نظيفة. طنطا وأسوان تعادل إيجابي بهدفين لكل منهما. طنطا وأسوان 2-2. نادي مصر ومصر المقصة أيضا تعادل إيجابي بهدفين لكل منهما. الإنتاج الحربي والزمالك، ما زالت المباراة تعادل سلبي. الأحد طبعا إن شاء الله بإذن الله إذا كان نصيب نتائج الممتاز به بعد ما أستعرض حديثي مع السادة الضيوف. كابتن احمد هلال، اخبارك؟ ربنا يحفظك، احنا سعداء بكم. الكابتن احمد طبعا هلال مدير اكاديميه النادي او اكاديميه هلال سبورت بمحافظتي الاسكندريه والبحيره، وطبعا عامل مجهود جيد وافرز بعض اللاعبين الجيدين ايضا. وطبعا معايا في برضه في الاستوديو الكابتن حسان ابو خضرة مدير الكره بنادي او باكاديميه هلال سبورت. نورنا كابتن حسن. الله يخليك كابتن. ومعي اللاعب طبعا احمد عيسى، لاعب مواليد 2002، لاعب نادي المصري بمطروح. انا وسام محمد. سلام عليكم. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. واللاعب ايضا محمد علي هلال مواليد 2001، لاعب نادي المصري بمطروح. انا وسام. عامل ايه يا حبيبي؟ كابتن احمد، في بدايه حديثي عن الاكاديميات، وطبعا الاكاديميات الايجابيه اللي هي بتفرز لاعبين جيدين، وفي نفس الوقت برضه عندها يعني عندها كفاءة عالية في المدربين، وطبعا في الشغل اللي بياخده الولد. فأنا عايز أعرف دور الأكاديميات وتسويق اللاعبين بالنسبة لأكاديمية هلال سبورت. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد أنها محضرتك النهارده، وسعيد يعني باللقاء الشيق دوت إن شاء الله، وبإذن الله يكون يعني يطلعوا منه بفايدة كويسة إن شاء الله. لو أنت كمدير أكاديمية أو كمدرب أو لاعب سابق أو كنت في المجال عامة وعندك هدف، فهيكون في نتيجة للهدف ده في أكيد الآخر. طبعا إحنا كان هدفنا هدف تربوي بحت من البداية، يعني لأن الموضوع ما كانش غالب عليه المادة زي غيرنا لما بيعمل مثلا. تمام. فكان في هدف تربوي، هدف يعني احنا زي ما بنقول كده، احنا بنغير مسار اللاعب او مسار الطفل او الشاب اللي هو بينضم لاكاديميه هلال سبورت. تمام. فده كان هدفي، وكان معايا الكابتن حسان، ومعايا كابتن ابراهيم انور، ومعايا كابتن احمد زغلول. احنا مجموعه يعني ستاف كويس الحمد لله، يعني شغالين طبعا مجموعه مؤهله طبعا. كلهم كانوا لعيبه سابقين في انديه. تمام. واخدين شهادات برضو، شهادات خاصه وشهادات اساسيه وكده، وده الصح طبعا. فاشتغلنا على هذا الاساس، والحمد لله ربنا كرمنا يعني على مدار 3 سنين دلوقتي، يمكن انا مركز في البحيره اكثر كمان. على مدار 3 سنين دلوقتي الحمد لله بفضل الله، يعني ربنا كرمنا انتجنا لعيبه كتير، طلعنا لعيبه كتير لانديه مختلفه.
الحمد لله يعني ظهروا بمستوى كويس. عندي واخدين ميزه برضو دي ميزه واخدين واخدين كمان احنا واخدين واخدين سيستم معين احنا شغالين بيه، حته ان انت ما انت اللاعب ما بيختصرش وقته كله على الاكاديميه بس. عندي مثلا دوري منطقه اسكندريه، تمام، تقريبا معظم لاعبي الاكاديميه قبل تسويقه بيكون لاعب دوري بحيث ان هو يكتسب خبره اكبر، دي حاجة وده بيوفر عليه كتير في اللي جاي بالنسبه لصعوده للانديه وكده. تمام كابتن حسن، بالنسبه لتسويق اللاعبين من تلك الانديه، بالفعل تم تسويق بعض اللاعبين؟ طبعا تم تسويق لعيبه في انديه كوكاكولا، برضه طبعا في الانتاج الحربي. تمام. ويعني الكابتن احمد بصراحه انا ما شفتش بتاع الاكاديميه، طبعا بيحتوي العيال عنده مش عايز يطلعهم بره وعايزهم يتنوا طبعا مع في الاكاديميه، انما الكابتن احمد بيحاول على قدر المستطاع ان هو يفرغ الاكاديميه من اللي هي فيه، صباح عليه الواد يطلع بحيث ان هو شغال على هذا النطاق وبيسعى في كل اتجاه بامانه. ده صراحه شغل جيد وشغل محترم من الكابتن احمد هلال. طبعا محمد علي، قول لي كده انت مواليد كام؟ 2001. 2001 مركزك ايه في الملعب كده؟ بلعب سيرد باك وباك. طبعا انت طالع من الاكاديميه بتاعت هلال سبورتو، تمام، تم انضمامك للنادي المصري. تمام، مواليد 2001. تمام، يعني طب تطلعاتك بقى في الفتره القادمه ايه بقى؟ انت واخد النادي المصري مطروح ده محطه ان شاء الله ولا ايه؟ ان شاء الله هنكون لعيبه، يعني الكابتن احمد وصلنا لها. تمام، وان شاء الله نرفع راسه. يعني انتوا لاعبين جيدين صراحه، شفناهم في الملعب بالامانه، يعني حاجه كويسه، حاجه يعني محترمه، ناقص بس ان انتوا بقى ان شاء الله تسووا نفسكم من خلال برضه المحطه اللي انضمتوا اليها النادي المصري. ان شاء الله يكون لاعبين جيدين. وانت احمد عيسى كده ايه، مواليد كام؟ 2002. 2002. مركزك ايه بقى في الملعب؟ هاف شمال. هاف شمال، تمام. قول لي كده تطلعاتك ايه في الفتره القادمه ان شاء الله؟ ان شاء الله خير، يعني ان احنا بنتجه الاتجاه ان نوصل منه لحاجه كويسه. تمام، انتوا حاطين هدف اللي انتوا عايزين توصلوا لمكانه معينه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن احمد، بالنسبه لتسويق اللاعبين عايزين برضو نستعرض بعض الاسماء هؤلاء اللاعبين، طبعا ندوم حقهم اللي هم تم اللي هم طلعوا من مدرسه الكره او من اكاديميه هلال سبورت. انا برضو هكمل على كلام كابتن حسان. اتفضل. هو قال لحضرتك بس يمكن حضرتك ما خدتش بالك منه، حته ان هو بيفرغ الاكاديميه، احنا بقى فعلا بنفرغها، بنطلع اللي فيها ما بنقعدش. الناس بتعمل غيرنا. تمام، انت بتقعد اكاديميه لان دخل جاي له كل شهر ده، فاحنا مفيش احنا عكس عكس الناس، مفيش الكلام ده، احنا هو اللي موجود خلاص استوى بيطلع لمكانه. ما ببصش للاسم بقدر ما انا عايز الولد، لان انت لو بصيت للاسم العيل هيقف. تمام، لان احنا طبعا كلنا اضرب المنظومه من يعني احنا كلنا عارفين المنظومه ماشيه ازاي. تمام، فطبعا الولد النهارده عشان تسيبه انا عايز اوديه ممتاز، عايز اوديه مثلا اهلي، عايز اوديه زمالك، عايز اوديه مقاولين بتاع، الحقيقه هتقف عند النمط دوت، يبقى العيل مش هيطلع. اكيد طبعا. النهارده انت بتحطه على 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 طريق بحيث ان هو يعلى بنفسه ويعرف يوصل نفسه بنفسه وانت دافع ليه برضه. تمام، فاحنا انا عندي لو في انصاف بجد، انا عندي لعيبه تشيل المنتخب، يعني انا عندي حارس 2002 تصعد دلوقتي الفريق اول في كوكاكولا، يعني تصعد 99 يعتبر، وكوكاكولا برضو الفريق الاول برضو حاطين عينهم عليه. تمام، ده يعتبر انجاز برضو حاجه. عندي 2003 في الجياد ما شاء الله. تمام، يلعب منتخب. تمام، عندي يعني احنا يعتبر في شبه توأمه مع قطاع البرامج والناشئين بتاع كوكاكولا. تمام، وقريب ان شاء الله طبعا حصل توأمه كويسه، يعني باذن الله هيكون فيها خير بيننا وبين المصري السلومه وبين المصنع الحربي ان شاء الله. في خير يعني بيننا باذن الله. لا صراحه اللعيبه جيدين جدا ولاعيبه كوره. طب انت في معايير لاختيار الولد او قبوله في الاكاديميه ولا اي حد بيخش؟ هو الدخول متاح للجميع. تمام، اي سن يعني من 4 سنين لل 20 سنه انا معاك بالنسبه للسن. بالنسبه لكن لو جالي مثلا ولد تخين، مثلا ولد مثلا معلش برضو يعني دون المستوى، هل بيتم قبوله فعلا ولا بيصعد؟ بالنسبه للي هو عنده زياده في وزنه ده، ليه مجرد ان هو بيخش معانا يعني ليه نظام غذائي. ليه برنامج غذائي وما شاء الله احنا عندنا في حراس مرمى طلعوا ولاعيبه دلوقتي بسم الله ما شاء الله. تمام، يعني انا عندي ولد 2007 بيلعب في كوكاكولا دلوقتي، كان جاي لي ما شاء الله كان وزن اتفرج بعود دلوقتي ولاعيب كوره محترم. احنا حطينا له نمط يمشي عليه. تمام، حطينا له خلينا له شكل اختلف عن مكان الاول في الشارع، وزي انا ما قلت لحضرتك في بدايه الكلام احنا بنعمل تغيير مسار. تمام، للولاد يعني. تمام كابتن حسان، طب بالنسبه بقى اسماء بعض اللاعبين اللي هم المميزين في الاكاديميه، عشان انت مدير الاكاديميه، بالنسبه للمميزين اللي تم تسويقهم يعني رمضان عبد الفتاح. تمام، رمضان محمد عبد الفتاح
عندنا طبعا نجم الكابتن محمود وفونا ده برضو. تمام لاعب بيلعب فين محمود؟ بيلعب في كوكولا برضو. تمام حارس ورم... مرمى ولا رمضان؟ لا لاعب لاعب. مواليد كام بقى يوفونا؟ 2002 2002 طبعا النجم بتاع الجياد الكابتن عوض ابن الكابتن احمد هلال. تمام ده نجم نجم اليوم بامانه يعني. كابتن احمد عيسى، كابتن محمد، حتى ال 2010 فيهم كباتن يعني. 2010 اللي هم البرامج اللي لسه طالعين فيهم كباتن يعني، كوكاكولا اختارت منهم لعيبه كباتن للفرق بتاعتهم. تمام محمد علي قول لي كده، بالنسبه استفدتوا وانتم في وجودكم في الاكاديميه كان في استفاده وكان في تدريب جيد والادوات متوفره وكل حاجه متوفره؟ الكابتن كمان علمنا كمان نكون كويسين قبل ما نكون لاعبين يعني. كان في التزام مثلا، كان في التزام، التزام ديني، حافظ على الصلاه طبعا، على المذاكره برضه هدف من علمنا قبل الكره اللي اشار اليها كابتن احمد. علمنا قبل الكره التربيه وعلمنا كل حاجه، علمنا نكون انسان، علمنا نكون راجل يعني. قبل كل حاجه قبل الكره علمنا نكون ايه، شخصيه محترمه، تلتزم بكل حاجه، دينك، مذاكرتك قبل الكره وكل حاجه. تمام بعد كده علمنا بقى نكون لعيب من خلال التدريب وكل التمرين، تمرين وجيد، وان شاء الله نكون لاعبين وكويسين. وانت ابو حميد ايه الاخبار بقى؟ طمني كده يعني، بتلتزم كده وبتصلي ولا طبعا إيه؟ انت مش فاكر اسمه ده ابني ده لا ده ابني ده ده ابني ده لا ده احمد عيسى ده عسل. قول لي كده يا احمد، يعني في استفاده استفدت فعلا استفاده طبعًا قويه. بقالك قد ايه وقت قد ايه في الاكاديميه؟ بقالي سنه. سنه طب كويس، هو يعني انتهت السنه وتم تسويقك للنادي المصري. تمام، يقول لي بقى التدريبات جيده والمدربين طبعًا على قدر المسؤوليه. طبعًا واستفدت منهم استفاده جيده. استفدت. تمام. كابتن احمد، بالنسبه للاكاديميات اللي هي بتشارك في دوري الاكاديميه، هل بيتم بالفعل عمل دوري لهؤلاء الاكاديميات او لهؤلاء اللاعبين في الاكاديميه ولا تدريب فقط؟ لا لا بالفعل احنا عاملين دوري انا ومجموعه مدربين وناس على اعلى مستوى يعني، منهم كابتن محمد صابر ومنهم كابتن احمد عيسى اللي هم تمام بجد. احنا مدربين احنا جيدين، مدربين محترمين، سند لبعض بجد، وبنعمل حاجه لصالح المدربين. يعني كل مدرب شغال في النادي ليه عنده اكاديميه خاصه بيه، فاحنا عاملين دوري اسمه دوري النجوم. تمام. على ملعب بشائر الخير في اسكندريه في كرموز، ملعب الجيش في كرموز. تمام. حاجه مفخره بجد. تمام يعني احنا برضو نستعرض الصور، برضو جهزوا لنا الصور بتاعت يعني اكاديميه الهلال سبورت اللي طبعا في صور جيده. طبعا شفنا الشغل هي حاجه بتنافس دوري المنطقه. تمام. وغطت على المهرجانات تقريبا يعني. طب كويس. احنا الصدى وصل. تمام. طبعا ديت بعض الصور، ده العميد طارق محمود من الشخصيات المحترمه، مدير طبعا ملعب الجيش بالاسكندريه. طبعا دوره منظمه في ملعب الجيش. احنا عملنا نسخه صيفيه بفضل الله. طب اللاعبين دول كابتن احمد عشان الصور بس موجوده معانا على الهواء، دول بعض اللاعبين اللي الشمال كده اسماعيل عوض. تمام. مرجان وتامر وده. طب اللي هم المكرمين دولت الونش ومشاري دول للحصول على مراكز متقدمه في الدوري. طب والله كويس. من اكاديميه السبورت. تمام. وده العبد الله فقط. طبعا شخصيات محترمه موجوده. طبعا دولت الجهاز الفني لفريق نادي المصري السلوم، طبعا عملوا انجاز ومتصدرين المجموعه، يعني دي حاجه كويسه جدا لنادي المصري. طبعا ده نادي مدينه نصر، كابتن احمد هلال معاه مين اللي على الشمال؟ ده عوض على الشمال وهاشم هو ابني الكبير. تمام. لعيب كوره برضه؟ لا بعيد عن المجال برضه. طيب ده احتفاليه ايه دي بقى؟ عفروتو ده كابتن محمد صابر، وده عفروتو ده مصطفى هلال برضه. مصطفى هلال ايه كده، هلال كله هلال ولا ايه؟ انتوا عاملين الاكاديميه لحسابكم الشخص ولا العيله؟ طيب دي صوره برضه مجمعه من ملعب في دوره رمضانيه عند كان دكتور حكيم من الناس المحترمه في اسكندريه برضه. وده طبعا عوض فيرود هاي. والله اللبس جيد، حاجه ممتازه. والله احنا احنا حريصين على موضوع الملابس يعني، ترنج موحد. دي حاجه. طب الصوره ديت فين بقى؟ ملعب ايه ده؟ الملعب بتاعنا في قريه انطون في المحموديه بحيره. طب كويس. وده برده من الاحتفالات. ده الونش برده 2010 دول حاصلين على مركز في دوري النجوم افضل اللي هم البرامج. طب والصوره الجميله دي برضه على ملعب الجيش. تامر بقى هيجي دلوقتي، ومحمد مرجان ان شاء الله ده من اللعيبه اللي راح مصر في السكه برضه. تمام. لعيبه كويسين حتى الاداء ده، لحظه تكريمهم برضه هم داخلين مركز اول البرامج. مركز اول.
المواليد كام بقى دول؟ 2010 و9 2010 يعني مع بعضيهم قريبين من السن 10 و9 10 و9 مع بعض و7 و8 طبعا دولت نادي النصر للتعدين عشان بس نقف خمسه بس كده. ده فريق نادي النصر للتعدين اللي بيتمرن في اسوان اللي هم ابناء الشركه طبعا. لا هات لي الصوره الاولانيه كده ايوه ديت دول بيتمرنوا في اسوان ودي فرقه اسوان لان طبعا بالنسبه لشركه سكر او سكور بالاسكندريه طبعا ما سجلتش ولا لاعب لنادي النصر للتعدين هذا الموسم والنادي اكتفى بفريقين مواليد 2091 خاصين بابناء النادي ومن اسوان فقط وطبعا لعبوا دوري وخلصوا الدوري تقريبا على مقربه من دوري القطاعات منطقه الصعيد. طبعا هات لي الصور اللي بعديها كده. ده جبناها التكريم مواليد 2010 و2009 حتى اجسامهم جيده بسم الله ما شاء الله. لو فرقين ده بقى في الملعب بتاعنا في قريه انطول تمام يعني دي حاجه كويسه برضه في البحيره. لا عاملين طفره والله في الارياف بجد. احنا يعني انا سعيد باللي انا عامله تمام يعني دي حاجه جيده صراحه حاجه تفرح على اعلى مستوى ناس محترمه كانوا الكابتن حسان كابتن ابراهيم انور طبعا الكابتن الله يرحمه ويسامحه الكابتن طبعا مدحت عبد العزيز حكمنا الدولي الذي طبعا رحل اول امس عليه رحمه الله من الناس الخلوقه الله يرحمه ويسامحه يا رب. طبعا دولت ده بعض الاكاديميات المشاركه في دوري المشاركه في دوري النجوم في الاسكندريه في الاسكندريه يعني دوري فعال دوري جاي لا دوري ومسمى يعني احنا خلصنا النسخه الصيفيه دخلنا في نسخه ده برضو احد صور التكريم ده برضو ده كان تكريم اللعيبه بمناسبه موضوع الدراسه لان احنا في اخر الموسم بنعمل حفله تمام وبيبقى فيها تصوير وكده بحيث ان احنا عشان تفوق الاولاد لان انا بتابع كل شهر الدرجات نص السنه الدرجات نهايه الموسم الدرجات. طب كابتن حسان الفرق المشاركه في دوري النجوم بقى امثال ايه اكاديميات ايه وكده من يعني كافه المحافظات ولا لا في من ولا قاصره على الاسكندريه احنا احنا الاكاديميه الوحيده اللي هي من البحيره واسكندريه تمام في طبعا الزمالك فيه القيصر فيه الدكتور فيه هم حوالي 10 اكاديميات على ما اعتقد تمام 12 اكاديميه او 12 اكاديميه موجودين يعني ما اقدرش احصر لك الاسماء موجودين دلوقتي. طب الدوره ديت او الدوري ده ليه يعني وقت معين فتره زمنيه معينه بينتهي؟ احنا يعني احنا النسخه الشتويه كده انتهت بدخول الامتحانات نص السنه طبعا اخر حاجه يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله الجمعه اللي جايه ان شاء الله الكل بيفنش اخر حاجه الجمعه عشان وطبعا الدوره الصيفيه الصيفيه انتهت بدخول المدارس وباذن الله بقى في اجازه نص السنه هنعمل حاجه برضو ايه حاجه جيده كده يعني حاجه بتضاهي مهرجان اتحاد الكوره. طب حاجه كويسه برضه. قول لي يا محمد علي كده يعني المدربين اللي مرنوك مين ومين كده اسمائهم؟ الكابتن احمد هلال تمام ولسه في بدايه المشوار يعني انت لسه طبعا موقع لقيد شهر يناير حتى ما نزلتش الملعب لسه تمام مع الكابتن برضك معانا هناك في الكابتن ربيع الكابتن ربيع كابتن جاي وان شاء الله نبقوا لعيبه يعني ان شاء الله يا محمد باذن الله. وانت احمد عيسى كده الفضل بقى بعد ربنا لمين بقى؟ الكابتن احمد هلال طبعا تمام ليه فضل كبير عليها ووالديك بقى طبعا اهم حاجه ربنا كله سبحانه وتعالى ونعم بالله. طبعا اكاديميه هلال سبورت اكاديميه جيده اكاديميه عامله حاجه مفرحه بمدينه الاسكندريه دور النجوم وطبعا التوقيتات جيده بالنسبه لانتهاء هذه الدوره او الدوري عشان الامتحانات على مقربه. وطبعا زي ما احنا شفنا كده في الصور يعني في حاجه جيده في حاجه كويسه بمدينه الاسكندريه دوري الاكاديميات يعني حاجه جيده بقى لها بتاع سنه او سنتين مع الكابتن احمد هلال وفي طبعا انجاز بالنسبه لتلك الاكاديميات. كابتن احمد بالنسبه برضو المدربين المتواجدين على الساحه في دوري الاكاديميات اذا كان عندك او مثلا مدربين اخرين في اكاديميه هل فعلا بنلاقوا طبعا واحد بيبان عليه انه يعني ده حصل على شهادات ده مدرب جيد مدرب كفء ولا في المنعدم خالص؟ والله ما شاء الله كلهم يعني فوق المستوى يعني كلهم يعني برضه بيمرنوا في انديه ولا قاصرين على لا لا معظمهم معظمهم 90% من القوام كله انديه اولمبي اتحاد سموحه حرس فما شاء الله كلهم وناس ناس معروفه يعني تمام ما شاء الله يعني دي برضه حاجه جميله
حضرتك لو لو عملنا متابعه للدوري نفسه لا اعلى بكتير من المهرجان بتاع اتحاد الكوره، لان ده بيطلع الخلاصه بتاعت شغلك انت كمدرب. فانت النهارده عايز دي 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 ده البرواز اللي حضرتك عايز تحط فيه عنوانك. تمام. طبعا قبل ما اختم هذه الفقره بستعرض برضو النتائج الممتاز به تليفونات بني سويف وبترول اسيوط. بترول اسيوط يتغلب على تليفونات بني سويف بهدفين مقابل هدف، وفوز البنك الاهلي الحاصل على المركز الاول حتى الان على بني سويف بهدف نظيف على ملعب بني سويف، مجموعه طبعا قويه. بالنسبه الالومنيوم محقق الفوز السنه على التوالي ويفوز على نادي ديروت بهدفين مقابل هدف، والمنيا يفوز على طهطا بهدفين مقابل هدف، والاعلاميين يفوز على نادي الفيوم بهدفين مقابل هدف ايضا، وشبان المسلمين بقنا وسوهاج تعادل سلبي بين الفريقين. مجموعة القاهرة الترسانة يفوز على القناة بهدف نظيف، ومنتخب السويس يفوز على بتروجيت بهدفين مقابل هدف. طبعا نيجوا عند منتخب بتروجيت كابتن أحمد أو فريق بتروجيت، طبعا لغز لغز يعني هابط من الممتاز ألف تمام في وسط الجدول أو شبه متزين، خسر تقريبا من يومين يعني حتى النتائج مذبذبة كده. بالنسبة برضو المريخ والداخلية، فوز الداخلية 4-2 على المريخ، وفوز سيراميكا كليوباترا على نادي النجوم بهدفين مقابل هدف ايضا. طبعا كوكاكولا والزرقاء تعادل ايجابي بين الفريقين. بالنسبه لمجموعه بحر وهي المجموعه الاقوى في مباريات دوري الممتاز به، المنصوره يفوز على ماليه كفر الزيات بهدفين مقابل لا شيء، وفوز بلدية المحلة على ديكرنس بهدف نظيف، والأولمبي والحمام فوز الحمام على الأولمبي بهدفين مقابل هدف. طبعا المباراة كانت مقامة على ملعب نادي الأولمبي. جمهورية شبين ونادي النصر التعادل السلبي بين الفريقين. ماشي النتيجة دي طبعا مجموعة القاهرة جمهورية شبين والنصر التعادل السلبي، دي مجموعة القاهرة. أبو خير للأسمدة وفاركو التعادل السلبي بين الفريقين أيضا، المباراة أقيمت اليوم. الرجاء يتعادل مع العاب دمنهور بهدف لكل منهما. طبعا فاركو متصدر مجموعة بحري أو مجموعة اسكندرية وبحري برصيد 22 نقطة، يليه نادي غزل المحلة ب 20 نقطة، والرجاء الثالث برصيد 16 نقطة، والعاب دمنهور الرابع برصيد 15 نقطة، وبلدية المحلة في المركز الخامس برصيد 15 نقطة. متزايل هذه المجموعة فريقين مالية كفر الزيات وبيلا برصيد 4 نقاط لكل منهما. كابتن احمد طبعا مستوى الممتاز به فاركو طبعا فرقه لا فارق ما شاء الله. انا ببارك للكابتن كيمو بسمره يعني مدرب محترم. الكابتن كيمو طبعا مدرب عامل لا 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 شخصيه كمان ما شاء الله، حتى هو في 99 وفارق دلوقتي مع يعني ربنا مدرب طموح ومدرب وصل من ناشئين محترمه، ما هو بدا من ناشئين حتى الدرجه الاولى. لا شخصيه محترمه جدا وواثق من نفسه يعني مع تمام. كابتن حسن حابب قبل ما نختم كده توجه كلمه كده عن الاكاديميات وبالاخص عن اكاديميه هلال سبورت. طبعا يعني المفروض على ولي الامور ياخدوا بالهم من اولادهم شويه معانا. تمام. يعني مين ياخد باله بقى؟ اولياء الامور ولا اولياء مدربين؟ الامور. تمام. اولياء الامور يبقى في دور يعني مثلا انا طالع ماتش رايح تمرين تبص تلاقي العيل ما جاش، الواد مش عارف ايه، الواد تعبان، الواد عنده برد، الواد عنده دروس. المفروض هو ينظم الحاجات ده هي بحيث ان هو يتماشى مع يبقى تنظيم الوقت برضه عشان ايه؟ بالنسبه لدور الاكاديميه والمدربين واولياء الامور يبقى في حلقه ترابط. طبعا احنا طبعا هو بالنسبه لنا هو ليه عندنا الرياضه والكوره ونديله اللي هو البدني وتعليم الكوره واساسيات الكوره والحاجات دي بالنسبه لنا، هم بالنسبه لولي الامر وكده والبيت المفروض يركز في الدراسه ويعلمه، مش شغلنا احنا. تمام. محمد علي بقى حابب تشكر مين بقى قبل ما نختم معاك؟ طبعا بشكر الكابتن احمد هلال يعني اللي فضل عليا، يعني لو هو مش معايا يعني دلوقتي كان كنتش حل وصلت الحياه. تمام. بشكر والدي ووالدتي واصحابي برضو اللي دعموني وكده ووصلوني لهنا وبرضو بيفضلوا يدعموني. تمام. بشكرهم، بشكر كابتن احمد بقى. ماشي يا محمد علي. وانت احمد عيسى بقى تحب تشكر مين كده؟ طبعا اول حاجه الكابتن احمد هلال ده الحمد لله سبحان الله الكبير. تمام. اللي فضل علينا كتير يعني والدي ووالدتي برضك
واصحابي برضو دعموني ووقفوا جنبي، كانوا بيقولوا كل حاجه يعني، وتواصلوا معايا على طول. ختاما كابتن احمد برضو بتوجه الشكر لمين بالنسبه؟ والله الشكر لكل الناس اللي انتقدتني قبل اللي دعمتني. اللي انتقدتك؟ اللي انتقدني نجحني. تمام صح. انتقدني نجحني. صح. نقد بناء ولا نقد هدام؟ والله كان في هدام برضه. انا خدت هدام بس هو بناء بنفس الوقت. انا خدت خدافع يعني الحمد لله بفضل رب عليا، انا طموح. تمام. والناس كل اللي يعرفني عارف عن الحكايه دي. المصداقيه والوضوح فعلا. لما بحس ان محدش بيتكلم عليا بتعب. يعني دي الحاجه دي بتديني دافع، فالحمد لله انا بشكر كل الناس وكل حبايبي واصحابي والناس اللي هي دايما واقفه في ظهري بجد يعني. انتوا حاجه كويسه جدا عندي وبعد فضل رب عليا ما كنتش انا بقيت كده مثلا. طيب قبل ما نطلع لفاصل معانا الكابتن وجدي عليوه مراسلنا من محافظه الشرقيه. اهلا وسهلا كابتن وجدي. الو الو. طيب الشبكة مش مجمعة، مفيش مشاكل. طيب في ختام هذه الفقرة بحب أشكر ضيوف الكرام الكابتن أحمد هلال مدير أكاديمية هلال سبورت، واللاعب أحمد عيسى لاعب نادي المصري، وكذلك الكابتن حسان طبعا مدير الكرة بأكاديمية هلال سبورت، واللاعب محمد علي لاعب نادي المصري. طيب قبل ما نطلع نكلم الكابتن وجدي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، تحياتي ليك كابتن احمد وضيوفك الكرام. حبيبي كابتن وجدي. سريعا كابتن وجدي، ما هي اخبار واحداث ومستجدات القسم الثالث؟ كابتن احمد، رغم بروده الجو والاجواء الشتويه البارده الا ان ملاعب الكره المصريه كانت اكثر سخونه من الدور الممتاز الى الممتاز به للقسم الثالث. كانت هناك العديد من المباريات اليوم. أكيد سريعا هقول لحضرتك بعض النتائج، لأن حضرتك عارف القسم الثالث يضم حوالي 14 مجموعة من جميع محافظات مصر، فأقيمت اليوم مباريات في مجموعة الدقهلية. النتائج سريعا، فوز شربين على ميجا بهدفين مقابل هدف، فوز بني عبيد على اتحاد المنزلة بثلاث أهداف مقابل لا شيء، فوز شيكو على السنبلاوين أو فوز السنبلاوين على شيكو بهدفين مقابل هدف، وفوز من التمنود على كهرباء طلخ 4-3، فوز بالآس على مياه الدقهلية 2-1، شباب بدواي على المطريه 1-1، وشباب الامير على عمال المنصوره تعادل ايجابي 1-1. المتصدر مين يا كابتن وجدي؟ المتصدر هذه المجموعه ترتيب بني عبيد 29، شربين 28، اتحاد نبروه 25. تمام. المجموعه الثانيه يا كابتن. المجموعه العشرة يا كابتن، سريعا ايضا معاك يا كابتن. اتفضل. شباب تلا هزمته على ملعبه من بلبيس في مفاجأة كبيرة. شباب تلا هابط من الممتاز به، هزمته على ملعبه من بلبيس 4-4 مقابل هدف. فوز الشرقية على نادي ديار بنجم بثلاث أهداف نظيفة، وفوز سيرس الليان المتصدر على شباب الدرب 5 أهداف مقابل هدفين. الترتيب سيرس الليان 25، ميت خاقان 19، غزل شبين 19، بلبيس 17. مجموعة القاهرة كابتن أحمد، الترتيب سريعا: السكة الحديد 28، مصر للتأمين 23، العبور 22. مجموعة أسوان إخواتنا في الجنوب يا كابتن، شباب إدفو 24 نقطة، كيما أسوان 24، شباب الزهراء 23، والنصر للتعدين 23. تمام. مجموعة أسيوط يا كابتن أيضا، أسمنت أسيوط 24 نقطة، أبو تيج 20، شباب ملاوي 18. تمام. اخواتنا في العريش يا كابتن، نصر العريشي 15 نقطة، شباب الخربة 11، 6 اكتوبر 10. أخيرا نختم بمطروح يا كابتن الترتيب سريعا: الجزيرة 13، الهلال 12، المصري بالسلوم 12، وتحياتي لكم المشاهدين الكرام يا كابتن. شكرا جزيلا كابتن وجدي عليوه مراسلنا من محافظة الشرقية. طبعا هنطلع لفاصل ونستقبل في الفقرة الثانية لاعبي نادي المصري ولاعبي نادي مدينة نصر. ورجعنا لكم تاني. طبعا انضم في هذه الفقرة فقرة مواهب على الطريق اللاعب أحمد عز الدين مواليد 2001. أهلا وسهلا بحمد. أهلا وسهلا بحمد. واللاعب علي محمد مواليد 2004. نور علي. نورك. أخبارك إيه؟ الحمد لله. أنت اسمك تامر ولا علي؟ علي. علي محمد مواليد 2004. منور علي. واللاعب احمد وليد مواليد 2000. منور يا ابو حميد. عامل ايه يا ابو حميد؟ الحمد لله. الحمد لله. واللاعب تامر سالم مواليد 2004. ازيك يا تامر؟ عامل ايه؟ اسمك تامر سالم؟ سعان ولا ايه؟ طبعا في هذه الفقره مواهب على الطريق
اللاعب احمد عز الدين لاعب نادي المصري مطروح مواليد 2001، لاعب طبعا جيد ولاعب ممتاز. قول لي يا ابو حميد كده، يعني انضمامك لنادي المصري، وقبل ما تنضم المصري مطروح كنت بتلعب فين؟ كنت بلعب في نادي طلائع الجيش. تمام، لعبت مع طلائع الجيش مع مين؟ مع كابتن شريف عبد المنعم. تمام، بس الاول كنت بتمرن حارس مرمى. تمام، ايوه احكي لي بقى. الاول كنت بتمرن حارس مرمى، وبعد كده اللي هو بطلت كوره لفتره بسبب ظروف، وبعد كده رجعت اتدرب كار برايفت مع كابتن اسمه عصام. تمام، وبعد كده انضميت للنادي المصري. تمام، بس كده؟ بس كده. طيب ماشي، وانت يا محمد كده؟ انا لعبت في الاهلي. لعبت في الاهلي تحديدا كابتن اسامة عباس وموفق الباشا. كابتن اسامة عباس وموفق الباشا. تمام، اكاديميه ولا النادي؟ لا، الناشئين. الناشئين في النادي. تمام، ولعبت كان كان تحت كام بقى يا احمد؟ كان يعني كنت مواليد كام يعني؟ كان عندك كام سنه؟ كنت عندي كام سنه؟ 11 سنه ممكن، يعني في البراعم. تمام، بعدين لعبت في المقاولين ناشئين برضو. تمام، وبعدين ابو النمرس والباطا الاولمبي. تمام، بس ودلوقتي مدينه نصر، وختمت في نادي مدينه نصر. انت من اللعيبه الجيدين احمد في مواليد 2000، وطبعا ربنا يوفقك. علي محمد، قول لي بقى، انت طبعا خريج باكاديميه نادي هلال سبورت ولا اكاديميه هلال سبورت؟ هلال سبورت. احنا عايزينها نادي عشان كل شويه على لساني يبقى نادي نادي كده. قول لي كده، يعني المدربين اللي بيمرنوك مين؟ كابتن احمد هلال وكابتن حسام. تمام، وانت تامر يا سالم، لعبت في حته قبل كده؟ لعبت في العاب دمنهور قبل كده. لعبت في العاب دمنهور. تمام، كنت في البراعم من كام سنه بقى ولا السنه اللي فاتت؟ لا، قعدت سنه في البراعم وطلعت ناشئين سنه. وطلعت ناشئين، لان طبعا 2004 بقى لها سنتين بتلعب فعلا ناشئين. ماشي يا ابو حميد، مين اللي مرنك بقى يا تامر؟ كان الكابتن احمد نعناعي. تمام، والكابتن رجع. تمام، انت مركزك ايه في الملعب؟ انا داير. بنلعب على الدايره. طب كويس، جوكر يعني. ماشي، قول لي يا احمد، بالنسبه لتطلعاتك في الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله، انت واخد النادي المصري كمحطه مثلا، ولا ايه تطلعاتك في اللي جاي؟ ان شاء الله انا واخد النادي المصري كمحطه نبدا بيها. لو ربنا كرمنا نطلع لنادي ثاني ان شاء الله. ان شاء الله، طبعا انت من اللعيبه الجيدين يا احمد، مهاريين، لعيب كويس جدا، وربنا يوفقك في القادم ان شاء الله. قول لي يا احمد وليد كده، بالنسبه لنادي مدينه نصر، النتائج يعني متصدرين؟ احنا الحمد لله ماشيين كويس. تمام، ان شاء الله نصعد قطاعات ان شاء الله، ناول الدوري بتاعي. تمام، بينافسنا مصر التامين. تمام، بس ان شاء الله نصعد قطاعات ان شاء الله. مين اللي بيمرنك بقى؟ كابتن اشرف. كابتن اشرف عبده، مدرب جيد طبعا، مدرب محترم. طبعا ما ننساش برضو نتائج نادي مدينة نصر، مواليد 2005 يفوز على نادي منشيت حلوان بهدفين مقابل هدف، وما زال منفردا على قمة القاهرة مواليد 2005 بقيادة مختار ناجي مديرا فنيا، وطارق عبد الله مدربا عاما، والكابتن مصطفى جابر مدربا لحراس المرمى. طبعا مشرف هذا الفريق الكابتن توتو طبعا، والكابتن سلامة الضوي المدير الإداري للقطاع، اللي عامل طفرة جيدة والله. حتى احنا عطينا إجازة الامتحانات، الراجل راح النهاردة الملعب بيباشر بنفسه صيانة الملعب، لأن الملعب طبعا عطينا إجازة اللي هي إجازة الامتحانات وهنتكلموا عنها، بيباشر صيانة الملعب اللي بدأت بالفعل بعد آخر تمرينة أو آخر مباراة، آسف، آخر مباراة، مباراة مدينة نصر ونادي منشيت حلوان التي انتهت بفوز مدينة نصر. طبعا مكوك الكابتن سلامة الضوي، وعامل مجهود جيد جدا وشغل، حتى يعني احنا المدربين بترتاح وبعد المجهود الشاق، لا هو لا جاي من الزقازيق للقاهره وبيتابع بنفسه صيانه الملعب مع العمال، دي حاجه برده كويسه من الكابتن سلامة الضوي. قول لي كده محمد يا احمد، بالنسبه ل يعني انت بتحب لعب مين كمحلي؟ يعني محليا مثلا مسك الاعلى مين مثلا؟ احمد حجازي. احمد حجازي، تمام، عشان بتلعب سيرد باك ولا؟ تمام، وعالميا بقى؟ سيرجيو راموس. تمام، ده انت كده مجرم. وانت ابو حميد كده؟ انا محليا بحب وليد سليمان وصالح جمعه. بس وعالميا ميسي طبعا. ميسي طبعا، عايزينك تبقى زي ميسي كده، مش بعيد. كارب. وانت محمد يا علي، بتحب لعب مين كده في اللعب المحلي؟ بتشبه اللعب مين؟ رمضان صبحي. تهلاوي ولا ايه؟ جدع ابو حميد، ماشي، رمضان صبحي ورونالدينو. طبعا انتهت مباراه نادي الزمالك بخساره نقطتين ايضا
بعد تعادله السلبي مع نادي الانتاج الحربي بدون أهداف، والمباراة التي انتهت منذ قليل. طبعا الزمالك ينهار ينهار ينهار، نتائج سيئة للغاية وتذبذب في المستوى، ولكن الزمالك قادم. قول لي اسمك ايه بقى؟ تامر. تامر سالم. كامل ولا تامر؟ تامر. ما احنا بنقول تامر كل شويه. ماشي يا تامر، قول لي كده بقى، بتحب لعب مين محلي بقى؟ انا بحب عبد الله السعيد. عبد الله السعيد تمام. و ورونالدو كمان. انت هتبقى لعيب جامد بقى ان شاء الله باذن الله. طبعا هنطلع لاسكندريه، نتائج المصنع الحربي. فوز نادي المصنع الحربي برضو ايضا مواليد 2005، ايه كده 2005 معانا السنه دي بسم الله ما شاء الله. متصدره في القاهره في نادي مدينه نصر، وفي الاسكندريه كذلك. فاز على نادي اهلي الملاحه بسداسيه نظيفه بعد مباراه ممتعه. فاز نادي المصنع الحربي مواليد 2005 على نادي اهلي او الاهلي بالملاحه بسته اهداف مقابل لا شيء. طبعا بيدرب هذا الفريق الكابتن احمد قاقا مديرا فنيا، والكابتن محمد سالم مدربا عاما، والكابتن اسامه عبد الحميد مدربا لحراس المرمى. وزي ما ذكرنا الكابتن سلامه الضوي في القاهره كمدير اداري للقطاع، وكذلك بنذكر النشط الكابتن جمال عبد الحليم طبعا مكوك والاداري الشاطر وطبعا مجهود وافر طبعا كمدير اداري لقطاع الناشئين والبراعم بنادي المصنع الحربي. طبعا نتائج جيده لتلك الانديه. بالنسبه لانديه الممتاز الف في الجمهوريه والقطاعات والمناطق، جميع مراحل الناشئين والبراعم تم ايقاف المسابقات من قبل الاتحاد المصري لكره القدم طبعا علشان خاطر قرب الامتحانات، والاولاد تركز او اللاعبين تركز في مذاكرتها طبعا اعتبارا من يوم السبت القادم ان شاء الله. واحنا طبعا في نادي مدينه نصر طبعا عطينا الاجازه طبعا لجميع المواليد ما عدا الفريق الاول، لانه طبعا عنده مباراه مهمه للغايه غدا ان شاء الله مع نادي هليوبلس على ملعب هليوبلس بمصر الجديده ان شاء الله باذن الله. وطبعا ما زال وفايز مباراتين برصيد 6 نقاط، والمباراه الثالثه ان شاء الله غدا باذن الله. طبعا بيدرب الفريق الكابتن المحترم الكابتن طارق الرملي مديرا فنيا، والكابتن عمرو خالد مدربا عاما، والكابتن حمدي بليه مدربا، والكابتن حمدي زكي مديرا للقطاع، والدكتور طبعا عبد المنصف هو طبيب الفريق. كل التوفيق في مباراتهم غدا، في مباراه غدا ان شاء الله نادي مدينه نصر. العمل طفره جيده بالنسبه لقطاع الناشئين وقطاع البراعم ايضا. وبننوه على الهواء ان في اجتماع مهم لقطاع البراعم غدا ان شاء الله بنادي مدينه نصر، عشان طبعا توقفات الدوري واجازه الاولاد، وطبعا تعيين مدير للقطاع، مدير قطاع البراعم بنادي مدينه نصر ان شاء الله، مش هنذكر اسمه دلوقتي في الاجتماع ان شاء الله باذن الله. احمد وليد قول لي كده، يعني انت بيديني الفضل مين بقى اللي وصلك لهذه المرحله؟ اكيد طبعا والدي ووالدتي. تمام. دول قبل اي حاجه طبعا. والكابتن حسن اللي هو جابني البطل الاولمبي. والكابتن اشرف. تمام. تمام. ومين تاني يا احمد؟ في مدربين تانيين ولا؟ طبعا الكابتن بقى لما نرجع له شويه، الكابتن اسامه عباس. تمام. الناس اللي هي بدأوا معايا. اه. تمام. وانت تامر كده بتحب يعني بيدينا الفضل مين بعد ربنا طبعا؟ انا ربنا سبحانه وتعالى ابويا وامي الكابتن احمد هلال والكابتن حسام. تمام. وانت احمد بيدينا الفضل مين بعد ربنا بقى؟ والدي والدتي، وبعد كده كابتن عصام. تمام. وبعد كده كابتن اسمه حسام. تمام. وانت محمد علي؟ والدي والدتي وكابتن احمد هلال وكابتن حسام. يعني دوت اللي وصلوكوا المرحله الجيده ديت. ربنا يوفقك يا رب. طبعا قطاع الناشئين في الاسكندريه ما زال يستأنف مبارياته، والايقاف ان شاء الله بعد اخر مباراه تقريبا هتكون مع نادي السكر الحديد بالاسكندريه مواليد 2000. طبعا في اللقاء الذي سيقام يوم الخميس القادم في تمام الساعه 3:00،
بملعب السكة الحديد بمدينة الإسكندرية. وبعد كده إن شاء الله بإذن الله اجتماع للمدربين واللاعبين لطبعا فترة الإيقافات علشان خاطر الامتحانات. وطبعا احنا بنقول بالنسبة للاعبين أولادنا نقفل صفحة الكورة تماما خلاص، صفحة نقفلها. وطبعا المذاكرة الجيدة أقفل على نفسي بقى أذاكر، أسيبني من النت والتليفونات والكورة وأنزل ألعب مع أصحابي، لا أركز بقى، لأن احنا طبعا داخلين على مقربة من الامتحانات، الوقت ضيق جدا، عوض الوقت كل ده، حاول بقدر الإمكان زي ما والدك أو والدتك بتلبي رغباتك في النادي من شراك لتدريبات لأي حاجة أنت عايزها بيلبوا رغباتك، أنت لبي رغباتهم بقى، مش كل شوية الأب أو الأم ذاكر ذاكر، لا حاول بقدر الإمكان اللي أنت بقى إيه تقفل تفتح صفحة جيدة مع نفسك، وحاول أنت إن شاء الله بإذن الله في هذا الوقت اللي هو الوقت الحاسم حاولوا بقدر الإمكان الأولاد تذاكر، اللاعبين كلهم إن شاء الله وربنا يوفقهم. طبعا قبل ما نختم معايا الكابتن رمضان ناجي رئيس نادي المصري بمطروح. أهلا وسهلا كابتن رمضان. أهلا وسهلا كابتن أحمد، تحياتي ليك ومش عارف مين معاك من الاستديو لوحدك. لعيبة نادي مدينة نصر والمصري بمطروح لعيبة بتاعتك. الله يخليك يا حاج رمضان. سريعا كده بالنسبه لاخبار الاخبار الساره بالنسبه للفريق الاول والفوز الاخير اول امس كان على مين يا كابتن رمضان؟ والله كان عندنا مباراه مع فرقه الحمام وربنا كرمنا وكسبنا 2-6 تمام، واللعيبه ادوا اداء كويس والجهاز الفني حابب اشكرهم عبر برنامجهم الجميل ده. لا جهاز فني محترم يا كابتن رمضان صراحه، الكابتن رمضان عرفه والكابتن هاني المصري والكابتن بدوي والكابتن زيزو البربري وطبعا الاعلامي حسن ضاحي اللي هو ماسك صفحه النادي، حاجه جيده وحاجه كويسه جدا، شغل راقي وشغل عالي. وطبعا النتائج حتى ظاهره يعني بسم الله ما شاء الله، يعني متصدرين او على مقربه من الصداره. والله ان شاء الله احنا عندنا ماتش مع فرقه الهلال يوم السبت ان شاء الله هيدينا القمه، والنهائي الدور الاول هينتهي الدور الاول يوم السبت ان شاء الله، ونتمنى من ربنا هنبقى احنا اول الجدول باذن الله ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرمنا. يعني احنا فرقه بدانا من شهر 7 فتره اعداد، جبنا جهاز فني محترم، جبنا لعيبه كويسه، دايما النادي المصري بيختار اجهزه محترمه، بيختار لعيبه جيده جدا باسم النادي، واحنا دايما اللهم لك الحمد النادي سيرته حلوه في جميع انحاء الجمهوريه، سواء في قطاع الناشئين سواء فريق الاول تمام. وان شاء الله باذن الله عبر قناتك الجميله دي نناشد اللاعبين والجهاز الفني يركزوا الماتش الجاي، وان شاء الله يهدوا لنا الثلاثه نقط ويهدوا لنا الصداره باذن الله ان شاء الله. كابتن في اي سلبيات او معوقات تعوق مصيره الفريق؟ والله احنا يعني زي ما انت عارف مجموعه مطروح مجموعه بعيده، احنا بنتعب وبنسافر، اتمنى من الوزير الشباب والرياضه يطلع لنا الدعم اللي هو رقم 2 لينا احنا تمام، وان شاء الله باذن الله اتحاد الكوره برضه يشوف الانديه دي اللي بتعاني ويكون في دعم الانديه بالفتره الجايه، عشان احنا عايزين نفس جامد الدور الثاني حوالي 3 شهور مرتبات زي مستحقات لعيبه، واحنا بنختلف كمدينه السلوم مدينه حدوديه لها طبع ثاني غير الانديه الثانيه ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن رمضان ناجي رئيس نادي المصري بمطروح. طبعا قبل ما نختم برضو، الناس اللي توقعت نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بتعادل سلبي بين الفريقين، طبعا عبد الرحمن أحمد وتقى أحمد عبد العزيز توقعوا النتيجة بتعادل سلبي، وكذلك المحمدي أحمد وميادة إبراهيم وميمي الخواجة، دولت اللي توقعوا المباراة توقع صحيح. إن شاء الله بإذن الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 9 مساء وبرنامجكم برنامج ملاعب بلدنا.